في هذا الفيديو سنقوم باستعراض النتائج. في البداية سأظهر فقط الأعمدة، ذلك أنتقل إلى Data Navigator وأختار أول Member Representative والثاني، ثم من هذا الخيار Visibility by Selected Object لاحظوا يمكن إظهار أو إخفاء العناصر المتبقية بهذا الشكل. يمكن أن أغير أيضا نمط العرض إلى Wireframe. الآن أبدأ باستعراض النتائج. كما ذكرت سابقا قمنا بإجراء التصميم لعناصر منفردة وأيضا للممبر ريبريزنتاتيف. لاحظوا هنا يوجد لدي خيارين، أولا للممبرز وممبر ريبريزنتاتيفز. سأبدأ بالممبرز، هنا سأستعرض نتائج للألتيميت ليميت ستيت. لاحظوا تظهر النتائج بهذا الشكل. هنا كما تلاحظون يوجد لدي نسبة تصميمية معينة لكل عمود من هذه الأعمدة بسبب اختلاف القوى المحورية، لاحظوا بهذا الشكل. أنتقل إلى النوع الثاني من الإظهار وهو On Member Representatives. هنا لاحظوا وأختار هنا أيضا Ultimate Limit State. لاحظوا هنا يقوم البرنامج بأخذ النسبة الأعظمية أو الحالة الحرجة ويعممها على كافة الأعمدة المتبقية. لاحظوا يوجد لدي نسبة واحدة، نسبة تصميمية واحدة لكافة الأعمدة، لاحظوا بهذا الشكل. إذن هذا هو الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. يمكن أن أستعرض نتائج التصميم. أضغط على هذا الخيار أو هذه النسبة. لاحظوا هنا توجد الـ Internal Forces و Design Internal Forces، العزوم مع أخذ بعين الاعتبار Second Order. أيضا لاحظوا هنا توجد العلاقات التفصيلية. كما تعرفنا سابقا يمكن إرسال هذه المعلومات إلى التقرير أو الطباعة أو كPDF. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا لكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم.